وده يا جماعة في عهد الرئيس محمد أنور السادات والدكتور محمد عبد القادر، مشروع الصوت والضوء في الكرنك هو 72. هنا الأسود يا جماعة، هنا يا جماعة الأسود على الصفين في ممر المعبد. اهو صورت في لوز مع مدوس، انما هنا ما لازم برضو بقى. انا بعدين هننزل بقى زي ما انتم شايفين، مسافة بعيدة، احنا ضخمة جدا وزحمة جدا. وهنا يا جماعة لوحة تفصيلية بتحكي تاريخ المعبد واللي فيه، ودوت كان استراحة او فناء البوابة الرئيسية لحرم امون هنا. وهنا بيقول لك تطوير المعبد ده كان ايه بالظبط اهي، ودي الاوض الاصلاحات اهي، وشايفين ده العلو الضخم ده اهو، ودي غرف الاستراحات اهي على ايدك الشمال اول ما انت تخش. طبعا الصوت والضوء هنا بالليل، بس احنا جايين بالنهار اهو اهو. واول ما بتخش بتحس فيه راحه كده نفسيا اهي. دول غرفتين، غرفه يمين وغرفه شمال اهي، من 5000 سنة والحضاره والكتابه زي ما هي اهي اهي اهي. طبعا هنا الاجانب بيشرحوا، بتشرح لصديقها. وده تقريبا الملك او الملك. ودي استراحات برضك المراكب الإلهية. تماثيل برضك هنا، حيوان ضخم وتحته تمثال، حاجات في منتهى الروعة، تاريخ وتاريخ أجدادي. أجدادي سابولي تاريخ أفخر بيه أهو. التمثال ماسك مفتاح الحياة، مفتاح الحياة في ايده الاثنين، تحت تمثال الضخم وأعمدة كبيرة ما تعرفش هي صنعت ازاي او عملت ازاي. طبعا هنا دوت من الجرانيت، مش عارفة اتفخر ازاي عليه اهو. ضخمة في التماثيل هنا، ضخمة برضه. وهنا كده عمود كبير كده مرسوم لأخره، هنا ضخم شبه بس دوت واقع. وهنا تمثال ضخم عمون وتحته تمثال سيدة، تمثال ضخم واقف.
عارفين الافواج الاجنبيه مستغربين ازاي ضخامه والاخر الاعمده عليها الوان وازاي اتلونت دي وازاي اهو وازاي اتنحت بالمنظر الرهيب ده وما زالت ان هي باقيه. أنا من الجمال والروعة منبهرة 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 منبهرة. صراحة الجميع منبهر باللي احنا شايفينه، الأعمدة جنب بعض وازاي حفر ده عليها والكتابة ازاي، يعني بص البلاطة مقلوبة ومكتوب عليها، مش عارفين ازاي قلبوا البلاطة دي بالظبط وازاي وصل لفوق كده او رصها ازاي مش عارفين. بصراحة من حقهم ينبهروا واحنا نفخر باجدادنا، الناس جايه من اخر الدنيا تفخر باجدادها. الالوان اهي ما زالت اهي رغم العصور دي كلها. المكان مش عايز ساعة ولا ساعتين ولا عايز ايام. وهنا مسلتين كبار، لان دوت المكان ده بقول لك كذا اسره. الصخور ضمت ازاي بالمنظر ده؟ في مسلات تاني مكملين في جولتنا يا جماعة. المسلة الضخمة دي ازاي اترصت او ازاي اتحطت، وبعدين من الجرانيت المسلة ده كذا مدخل. طبعا المصري عمالين بكل التفاصيل للأجانب. شوفوش اي حاجة في جرانيت. Он много поклонников.
هنا التمثالين بره على بوابه. هنا حبايبي كده. وفي النهاية ان شاء الله مروحين، مكناش عايزين نروح واليوم طويل، وعايزة كل دقيقة، مش مثلا كام ساعة تقعدي في المعبد، لا عايز وقت ان انت تاخدي طاقة ايجابية من اجدادك. شوفي اجدادك كانوا بيعملوا ايه. وان شاء الله لايك وشير وكومنت. حبايبي شايفة يعني كده هوت ان الناس جايين من اخر الدنيا وجايين كده، جايين يصوروا حضارة. شوفوا التاريخ، هنا مزار اهو سياحي. واحنا في النهاية كده طالعين للخروج، لان في بوابة دخول وبوابة خروج. وان شاء الله نلتقي في مكان اخر ونشوفه. بلدنا حلوة قوي، بلدنا جميلة قوي، ولازم ندعم السياحة وكده هوت، ندعم السياحة وننشر السياحة وشير ولايك وكومنت.